الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاری محمد عادل ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل قاری محمد عادل دیکھ رہے ہیں. آج ہم ناظر قرآن کورس کلاس نمبر 7 لیں گے. اس سے پہلے میں نے 6 کلاس لی ہیں, وہ ہمارے یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو طلباء ناظر قرآن سیکھنے کے شوقین ہیں, اشتیاق رکھتے ہیں, وہ نیچے میرا نمبر واٹس ایپ نمبر پڑا ہوا ہے, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج ہم وَإِذَا قِيلَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے لے کر لَا يُبْصِرُ تَنْكَ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھیں گے. تو چلے میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب ملا کر پڑھتے ہیں. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم.